بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده ده مهم شويه، الانسان فينا بيبقى متلخبط. الحقيقه انا اتكلمت مع الخدام في الموضوع ده، وبرضو بتكلم معاكم، وممكن اتكلم تاني لان موضوع مهم شوية. ما بين العنف والشجاعة، ما بين العنف والشجاعة، ازاي اربي ابني المسيحي في مجتمع مليء بالعنف بحيث ان هو يكون قوي بس ما يكونش عنيف، يكون قوي بس ما يكونش عنيف. فيمكن عاوزين نتكلم شوية في الموضوع ده النهاردة. يعني في المسيح نفسه اتكلم في الموضوع ده وقال في القديم كانوا ايه، بيقول ايه، عين بعين وسن بسن، كويس. وفي نظر ناس كتير القوة في الدراع، القوة في الدراع، يعني واحد لما يغلط في حد يقول انا اروح اخد حقي منه، ويبقى يقصد ان هو يضربه. فاحنا عاوزين النهاردة نشوف نظرة المسيحية ايه في الموضوع دوت. يعني المجتمع يقول اتغدى بيه لغة الحيوانات المفترسة بس الحيوانات المفترسة بتعمل كده نتيجة خوف، بتعمل كده نتيجة خوف. يعني الحيوان المفترس ده بيبقى خايف ان التاني، ان الحيوان التاني يهجم عليه، فبيهجم عليه الأول. لكن ملكنا ملك السلام عامل قانون مختلف، عامل قانون مختلف. ايه بقى؟ يقول سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم ايه، لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه ايه، اثنين. ها، فرق بين القانون القديم وقانون المسيح. بس عاوزين نشوف ازاي نطبق الكلام ده، عاوزين نشوف ازاي نطبق الكلام ده. المسيحية واضح ان هي رافضة الشر، واضح ان السيد المسيح رافض موضوع الشر، رافض الانتقام، رافض العنف، رافض الواحدة بواحدة، رافض الموضوع ده. يعني في روميا 12 برضو بيتكلم في الموضوع ده، بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بإيه، بأمور حسنة، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم إيه، سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للإيه، للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا إيه، أجازي يقول الرب. اشتغل؟ لا. أو لا تجازوا عن أحد إيه؟ عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا إيه؟ جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي، أنا أجازي، ها؟ يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع إيه؟ جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر
بل اغلب الشر بالخير. ده قانون المسيح. والمسيح مش طالب ولاده يبقى ضعاف، طالب ولاده يبقوا أقوياء. حد يفتح الكرايه. فأنا عايز النهاردة أكلمكم ما هو تعريف الشجاعة. في فرق بين الشجاعة والعنف، في فرق بين الشجاعة والعنف. يعني شوفوا، ربنا تملي يشدد الخدام بتوعه. يعني مثلا دي اتقالت ليشوع، يشوع كان القائد بعد مين؟ بعد موسى. فيشوع كان داخل في مهمة صعبة جدا بعد ما مات موسى، فيقول له كده: أما أمرتك تشجع لا ترهب لا ترتعب، أن الرب إلهك معك حيثما إيه تذهب. يبقى خلوا بالكم، المسيح مش بينادي بالضعف، مش بينادي بالاستسلام، عايز ولاده شجعان أقوياء. كويس، كل ده هنطبقه على أولادنا بعد كده، خلوا بالكم. برضو في أرمية يقول إيه: وأنت فلا تخف يا عبد يعقوب، ولا ترتعب يا إسرائيل، لأني ها أنا ذا أخلصك من بعيد، ونسلك من أرض سبيهم، فيرجع يعقوب ويطمئن ولا مخيف. يقول له إيه؟ ما تخافش، خليك واثق في إلهك. وبرضه في حزقيال يقول له إيه؟ قد جعلت جبهتك كالماش، أقوى معدن هو الماش، جعلت جبهتك كالماش أصلب من الصوان، حجر يعني، فلا تخافهم ولا ترتعب من وجوههم، لأنهم إيه؟ بيت متمرد، لأنهم بيت متمرد. يبقى هنا ربنا واضح ان هو عايز ولاده أقوياء، ويشجعهم على كده هو. فلابد نفرق بين الشجاعة والعنف. هندي كام كده مثل يفهمونا شوية الموضوع ده، بعد كده نطبقه على الأولاد. يعني واحد مثلا زي داود النبي. بص الصورة دي كده، دي شجاعة ولا عنف؟ شجاعة. لقى الخروف هيتاخد، راح عمل ايه؟ هجم على المفترس دوت، وطلع الخروف من بين انيابهم. شجاعة، ما خافش من الاسد، لانه هو عنده رسالة واضحة انه هو ينقذ الخروف دوت. مش هدفه يموت الاسد، انما هدفه ينقذ الخروف. وتلاقي داود نفسه يقول ايه؟ إن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما عزيان. يبقى داود ده رمز للإيه؟ الشجاعة، مش كده؟ بصوا المنظر ده، شجاعة، مش كده؟ هو ما كانش هدفه يروح يحارب، هو هدفه يخلص شعبه من جولياط، فبشجاعة وقف قدام جولياط وانتصر على جولياط. اسمها شجاعة، ما خافش من جولياط، ما تحماش في السلاح. جولياط كان متحمي في السلاح، رغم جسمه الكبير كان متحمي في السلاح. جولياط ممكن نقول عليه مش شجاع، انما داود اشجع من جولياط، لانه بنبلة واقف قدام العملاق دوت، شجاع واثق في ربنا. كويس، فهنا خلي بالكم حكاية الشجاعة والثقة في ربنا دي مهمة قوي، نربطهم مع بعض. فاكرين القصة ديت، شاول لما كان في الكهف، ومين؟ داود جوه، وايه شاول قدامه على طول، ممكن يعمل فيه ايه؟ يذبحه ويقتله، يعمل اي حاجه، صح؟ انما قال دي مش شجاعه، مش شهامه، مش انا اللي اعمل كده، مش انا اللي اعمل كده. راح قطع ايه؟ حته بس من الايه؟ من الجبه بتاعته، ووقف كده بعد ما خرج شاول وقال له كلمتين دول. قال له ايه؟ قال له، نادى كده على شاول وقال له: يقضي الرب بيني وبينك، وينتقم لي الرب منك. انا مش هنتقم، ان هو ربنا هو اللي ايه ينتقم. وقف، مجرد ان هو ينادي كده على شاول، دي شجاعة، صح؟ ولكن يدي لا تكون عليك، كما يقول مثل القدماء
من الأشرار يخرج إيه؟ شر، ولكن يدي لا تكون عليك. فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول، قال شاول قال شاول: أهذا صوتك يا ابن داود؟ ورفع شاول صوته وبكى، ثم قال لداود: أنت أبر مني. شفتوا الشجاعة عملت إيه؟ بكت الإيه؟ الأقوى. يعني الأقوى ده اللي معاه الجيش والأكبر واللي معاه سلطان ومعاه الشجاعة بتاع داود والشهامة بتاع داود، شجاعة وشهامة، لأن هو مرضيش يأذيه من الخلف، مرضيش يأذيه خيانة كده هوت وهو نايم أو هو فاهمين. بكى شاول أن قال له: أنت أبر مني. يبقى الشجاع تملي هو بار، الشجاع بار، ما هواش شرير، ما هواش، أصل العنف والشر يمشوا مع بعض، إنما الشجاعة تمشي مع الإيه؟ مع البر. الشجاعة تمشي مع البر. أنت أبر مني، جزيتني خيرا وأنا جزيتك إيه؟ شرا، وقد أظهرت اليوم أنك عملت بي خيرا، لأن الرب دفعني بيدك ولم تقتلني. فإذا وجد رجل عدو فهل يطلقه في طريق خير؟ شفتوا الشجاعة خلت شاول يتلخبط. الرب يجازيك خيرا عما فعلته لي هذا اليوم. طب ايه رأيكم في الموقف دوت؟ شجاعة ولا عنف؟ عارفين القصة دي؟ ها؟ لما قصة نبال، لما كان داود عاوز يقتله، ومين راحت شفعت؟ أبيجايل. ها؟ عارفين القصة دي؟ ها، القصة دي يعني قصة شاول دي في صح 24، قصة نبال ديت في صح كام؟ 25 على طول. قصة شاول تعتبر شجاعة، قصته مع نبال تعتبر ايه؟ عنف. انه كان عايز يروح يقتل نبال لانه ما ادالوش حق ايه؟ حراسة الغنم، وفي الوقت اللي بيجز فيه الغنم وكده هوت. كراي روم مفتوح يا جماعة، كراي روم مفتوح. كويس؟ فحتى الشجاع ده ممكن يجي عليه لحظة يبقى تمتد ان هو يروح ينتقم لنفسه، بس ربنا بعت له الايه؟ الرسالة على لسان أبيجايل: ما تخليش ايدك تتلوث بالدم، انت رجل الله، مسيح الله، ما تخليش ايدك تتلوث بالدم. كل دي مفاهيم عاوزين نفهمها ونعلمها، نفهمها ونعلمها. احنا عاوزين نطلع الطفل بتاعي ده انسان مسيحي قوي، مش انسان يده على كل احد. عايز اطلعه قوي، شجاع، ما يخافش، بس في نفس الوقت هو انسان ايه؟ هو انسان بار، هو انسان بار. يوسف، يوسف كان اتعمل فيه اللي اتعمل، ها، ولما جه بقى الدور وبقى ان هو في ايده السلطان وفي ايده ان هو ينتقم، عمل ايه؟ سامح. سامح، شجاعة، قوة. هذه قوة. يعني الاخوات اللي كانوا اذوه كانوا مرعوبين منه، انما هو كان اقوى بالايه؟ بالتسامح بتاعه. عشان كده بقول لك الشجاعة ترتبط بالبر. كل ما انا ربطت ابني بربنا اكتر، اتولد عنده شجاعة، بقاش خايف، بقى واثق في ربنا، وبقى عنده قدرة انه يسامح، بقى عنده قدرة ان هو ما يخليش التاني يقوى عليه، بس بطريقة حلوة، بطريقة جميلة من عند الله. وطبعا السيد نفسه اما تأمله في حياته هتلاقوا منظر، يعني اهو، هل حد يقدر يشك ان المسيح قوي؟ المسيح اقوى من كده ما فيش. يقول لك ليه كده هو: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد ايه في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف، يعني العصايه كده نص مكسوره ما يقطمهاش، وفتيله مدخنه لا يطفئ حتى يخرج الحق الى النصره.
الله ايه ده؟ انسان قوي بس وديع، انسان قوي بس وديع. شوفوا مره التلاميذ اقترحوا عليه اقتراح، ذهبوا ودخلوا قريه السامريين حتى يعدوا له، فلم يقبلوه لان وجهه كان متجها نحو اورشليم. فلما راى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب، اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء فتفنيهم؟ ده عنف، هم ما قبلوكش، يستاهلوا ان هم يتحرقوا زي سدوم وعموره. كويس، شوف ربنا رد عليهم ازاي. فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم ياتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. فاهمين؟ فهنا المسيح قال لهم: انتوا بتتكلموا ازاي؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ انا جاي اخلص، مش جاي انتقم وادين واهلك. كويس، شوفوا الموقف ده كده. اما جم يقبضوا على المسيح، اما جم يقبضوا على المسيح، المسيح نفسه تلاقيها دي في انجيل يوحنا بيقول لهم يقول لهم: من تطلبون؟ كويس، اجابوه يسوع الناصري. قال لهم انا هو. وكان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم، فلما قال لهم اني انا هو حصل رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض. علق انت بقى. فاهمين؟ هو مين اللي معاه السلاح الثاني؟ هو واقف بيقول لهم: تطلبوا مين؟ قالوا له: يسوع الناصري. قالوا: انا هو. وقعوا. ده يدلك على قوه، مهابه، مش قادر يواجه. هو مستخبي في السلاح، مستخبي في الكتره، مستخبي في الاوردرز اللي جاي بيها ان هو يقبض وكلام من ده. بس التاني اقوى، اللي من غير سلاح ده اقوى، لانه شجاع، لانه هو ما بيخافش، لانه هو عارف هو مين. فسقطوا الى الى الوراء. شوف هنا المسيح لما لطموه على خده وقال لهم ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد عن ردي، وان حسنا فلماذا تضربني؟ واجه ده، هو مسجون وهيتحكم عليه بالاعدام، واقف كده وانتهى الشجاعه، وانتهى الشجاعه. بيقدم لينا الانسان الشجاع، الانسان المسيحي الشجاع اللي يواجه مش بدراعه، مش بلسان وحش، يقول له: انت بتضربني ليه؟ ان كنت تكلمت رديا فاشهد عن ردي، والا فلماذا تضربني؟ شجاعه. اعلم ابني ان هو يواجه الموقف مش بدراعه، مش ان هو ينتقم، لا، بكلام شخصيه: لماذا تضربني؟ ان كنت تكلمت رديا فاشهد على الرد. بولس الرسول برضو كان ليه مواقف حلوه قوي. يعني بولس الرسول يقول نشتم نبارك، نضطهد فنحتمل. على فين الشجاعه هنا يا بولس؟ انت كده بتتلطم يعني. يفترى علينا فنعش، صرنا كاقذار العالم ووسخ كل شيء. انتوا كلكم عارفين بولس ما يعني يخاف منه قيصر نفسه، صح؟ فهو انما في شجاعته هو متضع، شجاعته متضع، عنده رساله. قال لك الرساله ليها تبعات، ان احنا ممكن نحتقر، ممكن نشتم، يقول لك: نشتم فنبارك. كويس؟ يقف قدام الوالي، شوفوا بقى المنظر ده، يقف قدام الوالي، بدل ما يدافع عن نفسه يكلم الوالي على على البر والتعفف والدينونة العتيدة. ايه اللي حصل للوالي؟ ارتعب فيليكس، الوالي ده ارتعب واجاب: اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك. شوف الموقف، يعني واحد في قيود والتاني قاعد الملك على العرش، مين اللي ترعب؟ يبقى مين الشجاع؟ اللي عنده الشهادة القوية من غير ولا يهدد ولا يتفق مع ملك تاني على الملك دوت، ومن غير ما يلفظ بلفظ غلط،
بيتكلم كده بكل قوة، يلاقي ايه الملك او الوالي ده ايه اترعب. كويس، خش بقى في الجزء اللي احنا عاوزين نركز عليه شوية، وان كان قصير بس انا ايه يهمني بس الفكرة توصل، يهمني الفكرة توصل. هل غلط ان انا اعلم ابني دفع عن نفسه؟ لا، الاجابة لا، الدفاع عن نفسه مش غلط، بس مهم ازاي، مهم ازاي. انا مش عايز ابني يبقى ملطش، انا مش عايز ولادي يبقوا كده يعني اللي يشتمهم يدلدلوا راسهم ويمشي ويبقى كده ملوش شخصية. اوحش حاجة ان ابني يبقى ملوش شخصية. يعني لو ابنك ضعيف الشخصية اسعى بكل قوة انك تقوي شخصيته، لان دي باد نيوز. ان هو يبقى شخصيته ضعيفة معناها انه ممكن ينجرف في حاجات كتير جدا، لانه ما يعرفش يقول لا، واخد بالك، ما يعرفش يقول لا. فانا عايز ان احنا نتعلم ازاي اطلع ابني ده شخصية قوي، بس قوي بالبر مش قوي بالعنف. يجب على الأطفال تعلم كيفية الدفاع عن النفس. هنا في على فكرة لفظ ما عرفش تعرفوه لا في المدارس هنا اسمه بولينج، يمكن كتير منكم يعرف الاكسبريشن ده. بولينج يعني واحد ضخم يهدد ولد أضعف منه، أو يعملوا زي عصابة كده على واحد يجبروه يعمل حاجة، أو يتريقوا عليه، أو يعملوا منه منظر كده يطلعوا عليه إشاعات وكلام من ده. ده هنا بيسموه بولينج. بولينج هنترجمها بالعربي اعتداء، هنترجمها بالعربي اعتداء. فاللي أنا هقوله لكم دوت ده جاي من مصدر عادي في المجتمع، يعني مش مسيحي يعني، بس أديكم فكرة المجتمع هنا بيفكر حتى إزاي، بحيث إن احنا بقى نحط اللمسة المسيحية عليها. يعني شوف القوة بيترجموها هنا إزاي، حط بها اللمسة المسيحية تديني بقى إيه زي منهج نفكر فيه ونحاول نبني عليه، ونحاول نبني عليه. فالمقالة اللي أنا ملخصتها دي بيقول لك إزاي تحمي ابنك من البولينج اللي هو الإيه الاعتداء. فحط كده كام نقطة. قال لك نمرة واحد، خلي الأسرة من الصغر فيها محبة وما فيهاش تسلط وعنف. ليه؟ قالك لو في تسلط او في عنف بيترجم عنده ان دي اسلوب حياة، ان ده اسلوب حياة. مش هيقول بابا متنرفز النهاردة، مش هيقول ماما صوتها عالي، مش هيقول ظروفهم صعبة، هيترجمها على طول ان ده ايه الاسلوب اللي انا افروض اعيش بيه من غير ما يدرى. كويس، واما ياخد بقى وضع من اتنين، يا اما يكون هو معتدي او هو يكون ايه معتاد عليه. فاهمين؟ فهيترجم عنده ان الحياة ماشية كده غابة يعني لابد. نمرة اتنين قال لك خليك تملي جنبه. يعني مش بس محبة، مش بس محبة، لابد يبقى فيه ايه تواصل، ها، عشان ما يحسش بعزلة، عشان ما يحسش بايه بعزلة. لان الطفل المنعزل، هاي الطفل المنعزل ايه يسهل الاعتداء عليه. يعني لو ابني دوت خجول قوي وانا مش مربي فيه ان هو يتكلم عن اللي تعبه او يفتح قلبه او معرض ان هو يعتدى عليه، هيبقى ايه سهل ان الطفل الضعيف دوت او المنفرد دوت ان هم ايه يعتادوا عليه. فيبقى تاني نقطة، أول واحدة المحبة، قال نمرة اتنين خلي فيه تواصل. نمرة تلاتة اديله نموذج للثقة بالنفس. ما احنا دلوقتي عمالين نقول خليه قوي، طب أنا لو أنا الأب أو أنا الأم معنديش ثقة بنفسي مش هيشوف مثال يمشي عليه. فاحنا هنا عايزين أنا كأب وأنا كأم أنا نفسي أعالج الضعف ده عندي ويبقى عندي ثقة في نفسي. هو يشوفني ازاي ان انا في المواقف بتكلم، وازاي ان في مواقف بنسحب منها، وازاي ان في مواقف بتصدر فيها كده بطريقة صح، فياخد مثال. كويس، نقطة تانية يقول لك علم طفلك كيف ايه يعبر عن نفسه بشجاعة وبأدب. انا ما علموش ان هو يسكت ويمشي وخلاص، معلموش ان هو يعيط وخلاص،
انا عايز اعلمه ان هو ايه يكون يعبر عن نفسه. اشوفه هنا الصوره دي stop it، علمه ازاي يقول stop it، علمه ازاي يقول it's my turn، hands off my body، it's not okay to hurt، I don't like being called that، I want you to call me by my name. واخدين بالكم؟ يعني يبقى بعرفه ان هو يعبر عن نفسه، ما يجريش يعيط، ما يقولش انا ما معرفش اتكلم، لا، قول له ازاي تقف، وقف التاني عند حده، تقول له stop it، تقول له don't hurt me، it's not okay. واخد بالك؟ كل الكلام دوت، حتى لما يستهزأ بيه يقول له I don't like being called that، I want you to call me by my name، وهكذا. يبقى ده رابع نقطة. خامس نقطة، لابد أدربه يندمج اجتماعيا. إزاي؟ إن هو يعرف يتعامل مع مجموعة. ما ساعات الطفل يبقى عنيف لو هو مش عارف يعمل أصحاب، يبقى عنيف لو هو ما بيعرفش يتكلم، يبقى عنيف لو هو مش ظريف مع الأولاد، وبالتالي الأولاد إيه طلعوه بره الشلة بتاعتهم. أنا أدربه بقى، ما عادش أقول له أصل أنت خايب، أو أصل الموضوع ما يمشيش كده، هوت أنت عمرك ما هتبقى كويس، لا، دربه، دربه. تدريب هنا يعني إيه؟ يعني تقول له تعمل كذا، وتوريني كده هتعمل إيه؟ طب هتقول إيه؟ واخدين بالكم؟ وقعد فعلا كأنه في مدرسة وعمال أدربه لكي يندمج اجتماعيا، كيف يقدم نفسه ويطلب الانضمام في وسط ايه؟ في وسط جماعة، كويس؟ وهكذا. لما يندمج في وسط جماعة هيبقى كويس، ان هو هيبقى مش ضعيف ومش خايف من حد. برضو قال لك درب ابنك كيف ايه يواجه الايه الاعتداء. يعني حصل ان ايه حصل اعتداء، ها، انا بقى ايه في البيت قاعد ادربه اعمل ايه لما حد يضربني، ها، اول حاجه اقول له ايه لا داعي للخوف، ما تخافش، كويس، اضبط نفسك، ما تقيش ايه، ما تجيش ايه تزعق وتضيع حقك، ما تجيش تشتم وتضيع حقك، كويس، قاعد ادربه كده. هو ما تفترضش ان هو هيعرف من نفسه، لابد من تدريب، لابد من تعليم، ها. يمكن احنا ما حدش عمل معانا كده، بس احنا دلوقتي مسؤولين، فلابد ان انا ايه اشوف اقدر اعمل ايه، كويس. And it's never too late، never too late، تملي حاول انك انت تعمل حاجه ايجابيه حتى لو الاولاد كبروا شويه، معلش برضو ايه نحاول ونحاول. يعني اللي انت هتعمله مش هيضيع، اللي انت هتحطه مش هيضيع، ها، اضبط، واجه، بص التاني في عينه، ما تهربش، ما تخافش، ما تحسش ان انت ولا حاجه، ها، لان هو لما بيحس ان هو ولا حاجه بيحاول يهجم بقى باي طريقه، لا خليك انت قوي، هو ما يقدرش يعمل لك حاجه، كويس، وفهمه كده. لو موقف يستدعي انسحاب انسحب، ده مش قله مقام، انت الموضوع هيتطور بطريقه بايخه انت ممكن تنسحب، واخد بالك؟ وهكذا. اقعد كلمه كلام ايجابي كله بمنطق الايه الشجاعه، مش موقف العنف. منطق الشجاعه مش موقف خد حقك، لا، خد حقك باحترامك، خد حقك باحترامك بانك انت عارف حقوقك، مش خد حقك بدراعك او ان انت يعني تضرب الشر بالشر. والنقطه اللي جايه دي، النقطه دي مهمه قوي برضه، علمه ازاي يدافع عن واحد تاني. لما واحد تاني اخوه او اخته محطوط في موقف اعتداء، شجعه يحامي عن الايه المعتدى عليه. يقول لك في اغلب الحالات بتحمي فعلا الحكاية دي، ممكن الأولاد يحموا بعض، كويس، برضو بطريقة فيها شهامة، فيها شجاعة، فيها حب للخير، كويس. وطبعا أعرفه بقى حاجات كده أساسية، يتحاشى الأماكن المظلمة، المكان اللي مفيهوش إشراف، الخروجات اللي ما فيهاش إشراف، المواقع، فاهمين، بحيث إن أنا أبقى حاميه من الإيه من الاعتداء.
كويس. فدي كام نقطة زي ما بقول لكم كده سيكولر، يعني هنا في المجتمع هنا بيتكلموا فيها، عاوزين نطبقها على الأقل دي، وحط فوقيها بقى محبة، وحط فوقيها صراحة، حط فوقيها عدم كذب، حط فوقيها إن أنت بتشهد للحق، واخدين بالكم؟ ففي النهاية كده يعني كن شجاع في الدفاع عن الحق، سواء حقك أو بالأكثر إيه حق الغير. يعني بولس الرسول كان يقول إيه؟ نفسي ليست ثمينة عندي. إنما يقف يدافع عن الحق كده، هو مش همه حياته هو بس، يهمه الحق، يهمه إن هو يدافع عن الناس اللي في المركب مثلا لما كان مسافر معهم في روما وكده، هو يقول لهم ما تخافوش، إلهي قال لي إن إيه كلكم هتنجوا وإن محدش فيكم هيهلك، ويقف كده يشجع ويدافع. واخدين بالكم؟ كن شجاعا في الدفاع عن حق. وفي دفاعك استخدم ايه؟ أسلحة النور وليس الظلمة. فكر كده اللي بعمله ده في النور ولا في الظلمة، زي ما الآية بتقول نخلع أعمال الايه؟ الظلمة ونلبس أسلحة النور. هو النور ليه سلاح؟ كلمة الحق ده سلاح، ما انت شفته هو الوالي اترعب من ايه؟ من بولس لما قال كلمة عن الدينونة وعن التعفف وعن البر، كويس؟ دي اسمها أسلحة النور. نسلك بلياقة، لياقة يعني حاجة الصح، الحاجة اللي تليق، اللي ربنا وافق عليها، ها؟ أتعلم وأعلم الموضوع ده، كما في النهار البسوا الرب يسوع، البسوا الرب يسوع القوي، البسوا الرب يسوع اللي بيدافع عن الحق، البسوا الرب يسوع اللي ما بيخافش، بس في نفس الوقت ايه؟ مش بيعتدي، في نفس الوقت بيحترم كل اللي حواليه. دي كلمة سريعة، لو انتوا عارفين الكلام ده محتاج كلام كتير، اكيد ده محتاج مناقشة وكلام كتير وكده هو، بس تدينا فكرة، عشان بزعل قوي لما حتى هنا في الكنيسة يجي مثلا عيال تتخانق والام تقول له خد حقك، او الاب يقول انا ما ترجعليش مضروب، يا تاخد حقك يا اما ما يعني كده. احنا مش في الكنيسة بنعمل حاجة غير ضد ربنا، ضد ربنا. احنا عايزين ولادنا شجعان اقوياء، بس ايدهم ها جنبيهم مش ايدهم على التاني، ها؟ وما هياش شجاعة ان انا اضرب، ها؟ ولا ان انا اضرب لحد تاني، او لا، عاوزين نعلم ان الضرب دوت ضعف وليس ايه شجاعة. ربنا يدينا نعمة وحكمة، له المجد في كنيستهم الآن والأبد. تفضلوا نسلم.